كل حراق وراء كل الكرات الثابتة حتى وإن تعلق الأمر تلك المتواجدة على مستوى خط منتصف الميدان. جميلة هذه الراسية، جميلة هذه الراسية في شمال أحمد قاسمي، ماذا فعل بهذه الكرة العالية المتجهة مباشرة إلى المكان الذي يريده؟ هل سجلها قاسمي أم سجلها المدافع كراتي؟ هاي التوزيعة، هاي كيف صعد قاسمي وكيف صعد كراتي، الكرة في الشباك، هدف أول، هدف أول من قاسمي أحمد الهداف والقناص، يفتتح باب التسجيل.